que c'est vrai qu'il y a un lien avec Cheb Khaled, soi-disant que son manager te représentait Fdzaïr. Tu as dit que tu es un le nom urbain me protéger dخلت لدار الشراء وقفت في دار الشراء فهم روحك كا وشنو الا انت راك انفلونسور يخو نهضروا معاك دراهم انت كارتيست نحكوا معاك الا انت انيماتور غادي نحكوا معاك غادي اون اجونس قالت لي جيب لنا عثمان علي تماك بديت نحل عيني بديت نفهم بوكو شوز باسكو انسان واحد اخر يقول لك هذا السيد مهبول سيد عنده واحد العفسه اللي ما عندناش حنا وري لي واحد اللي يقدر يهضر مع جعفر القاسم ويبروبوزي له جعفر القاسم ان برومي رول ويشوف فيه يقول له السيناريو تاعك ما عجبني moi j'étais marqué par ces gens là on غير من ديك عزة النفس اللي عندهم السيد ما عندوش باش ياكل ما عندوش وين يسكن بصح الى دي نو باسكو ما عجبوش بعدا يدخل لك انا ماشي والله غير ما علمونيش ما قانونيش انا حشمتني هكا من عاش مد المعلومه هذه اللي فوس صالح وقلت ما كناش نشوفوا كاع في لي ريزو سوسيو كما كنتش انت دير دي فوا دي فيديو معاك تكونت اون انيكدوت اللي ما حكيتها حتى لواحد صالح كي راح لفرنسا لا بروميير انترفونسيون اللي دارها دارها على راسو لو لوندومان عيط لي العجوز قالت لي دخل في الكوما كي جاو دخلوا للشومبرا لقاوه طايح في لاشومبر مات بوندون 3 مينوت ملي راحت العجوز لفرنسا هم يقولوا لها يلي فين وهي تقول لهم نو يا ربي يا والدي سيدي ماشي انتو السلام عليكم صح رمضانكم معكم ابراهيم اربان وان شاء الله نهار الجمعه باذن الله على 4 تاع العشيه راح نكون انا ومحكاوا في البودكاست الواعر تاع القشريه ليله العيد راح نكون معكم بالك كوتراتيوا هبلك كوتراتيوا او حاجه شابه انا وجديها لكم بس انا عارف الشيطان هاكو بي علينا صايب خلونا نروحوا بس